الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله يا سيدة دريميسين خطبته وحكوا الرميسة كيردا يينا ينحصوص نالو ونديار قلونا عشر كاسيات بو مهمية خطبة الرسول كلاو كبضنا صلى الله عليه وسلم وحانو آخرين شري سورة ده قيردا كوارمسي ده سورة قاف وكلاي أرنتا وحسبابا يا وحين كل حشرنين أغنه وحين كل حشرنه وقفلت بدن إيا هلمان إيا إلا وبدن له إلهي هرجوك سيجي سيا آخرة إنه إلا وسنه أرنتا سوحي كان الساعة عشر كاين إنه هذا قعد علينه مرارا وتكرارا وهي مشكلة بأنها يستطاع قرآن كان إلهي وآد وقد قال الله إلا أدويو الدنيا هي أقب كذا هي وأرد كذا يسو شيء ما ينو قف ولا بمر كانوا بين يسو شيء يقول نفتي سقياسة هل كي لما رئيس آخرين إلى سيسين تهدي بطني ذاتك أنت بدن آخره ويكون لا وين الدنيا قرآن كنا آد بوجد جاه بقول ما لادين كب بدن بقول هاي كسوع العليات الدنيا ذو كد جاه يا آخره ذاتك حسوسين أيوه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار نصالحها ودر دار ميدت كسيبا وحولي وارتلك يا وحا أغاتان هل كانت شوكتا وآلا بيرو أياما لغو راحي سانا لغافا ينا شنادو نوا ميشا لغو واري ميشا لغو ويدارن ايو هاوغا أمبنين ميشا لغو واري هل كان لغو واري أشقيس إلهي ما وحو آياتك وكورمي آياتك لكول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الدنيا ذو ألابي رب الهي وحيد أن تباك وهات لكن آخرة وخير بدن قفك لبدا حتى إلهي وناكسي آخرة وناكسن قفك الله يقانك إلهي كعبسنية أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلهي وحو لما تناكر رالي نقطين إذن كوتن الدنيا آخرة كبد شيء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مرك الله يسبربر لقبول هاي النعمة الدنيا هي النعمة آخرة نعمة الدنيا وحيت هاي مجره قال بول هاي يقول نعبي هذا وحبك موسيا هدي إلى هاي أكتس الدنيا قيمة كلا لا يضح وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون سورة القصص وحان إذن الشيب الهين والراحية وحي رب الدام يوي أو بلعلة أو أنا سلهين أو إسبدلية والألال كيدي إلهي أكتي سوحى هذا إنه خير بدين وانو واريا أفلا تعقلون ميان عقل شرين قفك وانو عقل قيس استعمال أي علم قيس أصحاب رضوان الله عليهم نبي عليه الصلاة والسلام عشر كآت بوقاتين يقول إنك عبال علم بضن وإنك عبادة بضن وإنك عبسي بضن هذا نقل بيقوذة كما بحجرين سيدو إنك وبحي عمر بن الخطاب الله كرّا للنوض ومقالة دي إمام البخاري والهاون أيو سيكون الله وحوران شري يردد دائما آد بوجع علن شري هذه يشر وحوران شري كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان وسيأتي يوم يقولون مات عمر والله ما له والبا وحبي كوشي هب البارد انت هب البارد انت هب البارد انت عشرة ضموا ما لورنا يا ابن عمر بارد انت توارد انت طبعا إن قرأوا دمنا هنا إمام البخاري نسحب كي عبد الله بن عبد الرحمن بلاش يجي ولا إن ما أنت عبد الرحمن بارد كم يبو تري معني سواها مالك بقف بيكون شيئا إلى وربا وحد شو قال يقول ورك أوين وحد شو قال مالك تأذى كل شيء قال برمرس أو كمر يو تدي يضاد دمتي والله قاس هي أضاد كفالين يلا سيا ورن ترى نيو نعكسن بها نيو نعكسن بها تي وين أضيف ككين تا سيا دو ديار كرودم مشكلة ده سينها يستا علماء دو
سلفنا الصالح بقال هذا هو حكمة ضبطناه وحكم ذها وحيدان من تعلق قلبه بالدنيا لم يجد لذة الخلوة مع الله قل قف قلبي سؤال دويا ذا وآذ وحرمه يذن كب حسن مهره معانك الله جهله إلهي ولا لقوني النقض سبحانه وتعالى لقوني النقشة إلهي لا لقوني النقض معان بيلا ذا يوهل ومن تعلق قلبه بالله ولم يجد لذة الأنس بكلام الله قف كم ذا دال ذي هاسها إيو دمدمت إيو عيارها قف قلبي يسوع كحر منا وحكلم معانك إيو وهلك كلامك إلهي وكلامك إلهي منا فيرين كرم منا ردا من كرم منا أخري كرم ومن تعلق قلبه بالجاهل لم يجد لذة التواضع بين يدي الله قف كيسجنا قلبي يسوع كحر كحر ما كرسيه يا مرحتي ما الله داره يا كان بين كيسة يا كبو حسنان تيسة قف كاس مهر التواضع معان كيس إلهي الهرتيس التواضع سبحانه وتعالى تواضع ساكلمة ومن تعلق قلبه بالمال لم يجد لذة الإقراض لله قف قلبي سحولها وكحر منا وحوا يا معان كالله جهل أما هنت إلهي كل دو أدونك كوقف المه مسكح ليس كوقف فلانته وحسكي الله وإنه إلهي وحكا أما صدف فرصتك كفايريست ومن تعلق قلبه بالشهوات لم يجد لذة الفهم عن الله قفك الشهوات كأي كبطان مقالك أرق درق هردد هذا الهمد وحاسي باهذا وذي السلاح ذا كل راحي سنة إنه إلهي وحكا فهمه مدوبات بقاضاء إلهي وحشيك يبا ما فهمه ومن تعلق قلبه بالزوجة والولد لم يجد لذة الجهاد في سبيل الله قفك أبتك يأريد أن أرد كليقود أوفر ورحلاً الدين يحق بوي الله كاستغو حكالو من معانك جهادك مهره ومن كثرت منه الآمال لم يجد في نفسه شوقاً إلى الجنة قفك أيكوبة تيد الديلادو سنتك وحاسمه ككلنا وحاسمه كشناد وحاسمه طبناد وحاسمه هل كاسوكوب حسينه استغنى عشقكي كنادا كالوما يو عمل فالكين وحق مدارونتي لحلق لها كترجمة يستيو تجابيين نرشا قروح ببطنين إلهي سبحانه وتعالى سيو نوع بسي قليو درين كا قريدنا قلبكي نوغو أبورا وحصابا لغا قرآن كا نحديس السورة دورا أن قريدو إيو موقال كا وقف كل يمر قصير لمن أيو سيادو صورتو حالة دا إيادا موقال كا نبتاها وحكو ترو وحو إلهي صابا لغا في سورة الواقع آخر كيدا iyadoo qofkii uu sii dhimanayo sakaraad uu yahay oo isbedelayo oo itaalo wax isugu qabtana male dadkii ehelkiisana waa ag joogayaal arin kale ma haya nafna kuma soo celin kara falawla idha balagat alhulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin markay naftu gaadhab ilahay in kalxama idinkuna arin kale aydan haynin saasun eegaysa أنا إسقابا أنا دين كنا وهاي ويداني أركينينه هدي أتهين كوا أنا خلال الأبال مرينين ويدك إلا وي محاوس علو ويدا نفط هدارني إيطالا إنسان رير هبل مرح هبل دختر هبل سوى ذا تجا وإيجي إنسان أنا وان إيجي ويداني أركين بولهاي مش روح كسر على مرك أنا أتلي يد كل أرن ما هاي إنسان وامقال إلى هاي ودون يقلب جنين وكدرين قليو مرك لا في صورة القيامة آخر كذا أرنتنا قيمة هاي الله هذا هيبقى مركلة إلهي ونصب بلدقي أو حوليه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي كلا هاي سكدة يا وحي وظن حيك قورت إذا بلغت التراقي مركي نفتك الحماه سوق وقيل من راق يدد كرايك قور ورتم ورياد دوية واركي ياسين كو اخري جرا ويا دها غنانه ده وار دختر هبل با دختر هلا هبل كفيعا وار حقين وا عرنا ديرادو صارنا مراق وها سو دنبا كو اوروري وريا دويه نكنين لا هم وين هي بولها خولو له مدخ وها سو هاي مراق بليا دويه وذن انه الفراق قف وين ودكي واي قانا اسغنا و دردار ما سدان ييلو سدان ييلو ساسانها اسامخو وها سو اخريا وقي اسغنا و غرانيا حالتا إيادا وظن أنه الفراق
inuu allaystu aakhira u socdaa buu isaakaasina gartay xaaladda iyadaa baa ilaahay uu waltafat saaqu bisaaq naftina qaar ka dambe ay ka soo baxday ninkii weyna cagaha iskuma taagi karo culimmadu waxay leeyihiin waxaa halkaa loo cabiro ilaahay cagaha u cabiray qofku marka culays fuulo ama cabsi badani uu ku dhacdo ama cada uu arka caguhu ka cararaa wuu firdhaadaa nafi orod bay kugu aamintaa labadii adiinu ku ordayba ilaahay baa isugu maray waltafat saaqu bisaaq labadii cagood baa isku maray bal xaguu cararaya itaalalkaasuu dhigay ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq maanta meesha loo socda waa ilaahay buu reer hebel waa laga yimi madaxnimo waa laga yimi maal waa laga yimi ubad iyo oori waa laga yimid adduunya waa laga soo libnay ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq maanta ilaahay baa loo socda nin waliba wuxuu la hortagaba waa arin cajiiba qur-aanka mar kale ilaahay fii suurati qaaf waxa uu ihi wajaa sakratu lmowti bilxaq dalika maa kunta minhu taxiid insaanka qofkiibuu toos ilaahay ilaahay udlaya wuxuu leeyahy wajaa sakratu lmowt sakaraadkii geeridaa yimi xaq buu ku socdaa waana kii aad ka warwareegaysa hageed u weydaaranaysaa maanta mar kale qur-aanku wuxuu tilmaamayaa isagoo xaaladda qalbigeenna ku abuuraya oo aada ugu adkaynaya geeridu mararka qaarkood inay kuusoo dhex geli kartaba geerida yar geeri yar baa jirta oo taweyn tusaale oo ah waa hurdada iyo seexashada waxaynu soo warwareegnaba mid waliba in dhuhun buu isku qabanaya habeenkii uu seexanaya xagguu maray waxba ma maqlayo waxba ma arkayo waxba ma talinayo waa geeri yar buu galay barsakh yar buu galay caalam aakhiro yar siduu kii ugu jiruun buu hore usii dhaqaaqayaan qaarkood itaal darrada uu leeyahy wuuba soo toosi waayayaaba war bal toosiya wuu dhintayba allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu alukhra ila ajalin musama ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun qofka ilaahay isagaa dila markuu seexanayo qofkuu doonana wuu soo toosiyaa kuu doonana wuu sii wadaa adiguna waad ballamaysaa telefoon baad ku hadlaysaa berinta waxaa inoo aata shirkaasaynu galaynaa waxaasaynu kala tuuraynaa waxaasaad akhriyaysa ilaahayna wuxuu kuleeyahy ku doono sooba kicin maayaba waxay nusuusta qur-aanka ee baabkan ka warramaysa iyo axaadiistu aad bay u badan yihiin ma dheeraynayna ujeeddadeennu waxa weeye wax lagama maarmaana safarkaasun inay u diyaargarowna waxa loogu diyaargarownaana loogu diyaargaroobayaana doolarkii iyo dahabkii iyo dunyadii maahe waa camal saalixa oo kuwaa laga soo dhex saaray ilaahay baa wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsun maa qadamat liqad wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun qof walaba hortaada eeg hoostaadana ha eegin dibna ha u fikirin hortaada marka la leeyahy aroorta baa leeyahy wuu kuu soo dhow yahay warku aroortaa lagu sheegay aakhiro oo aada u safrayso naf waliba ha eegta aroorta waxa ay horu marsatay idan markaa midhka ka xaasilkahay waa camalkaa iyo cibaadadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu abaabulayuuna jeclaysiinayo qodobka labaad aynu qaadan lahayn waxa weeye maxaa ku jira faa'iido in geerida la xusuusiyo dadka dadka qaarkood baaba laga yaabaa inay yidhaahdaan wacdiga maa qaybta macaanu laga miiso oo jannada loo sheego oo dadka loo bushaareeyo oo raalli noqoshaha ilaahay oo laga farxiyo maxaa geeri iyo aakhira iyo wax istarasti iyo ku abuuraa naxdin dadka loogu sheegaya dadka noocaasi de waa dadkaynu ka hadlaynay adduunyada u aashay ela ilaahayba geerida ha iga daayay laa samax allah iyo ayuu igu soo wadin geerida waxaa ku jira oo sir ah arrimahan soo socda marka u horeysa waxa weeye min asbaabi sacaada qofku inuu adduunyada ku raaxaysto laftigeeda waxaaba sabab u noqonaysa inuu geerida xusuusan yahayba geerida markuu xusuusan yahay nabigaa ka warrama wuxuu ihi akfiruu dikra hadii milladaat macaanka yarka idinka kala jaraya ee malaga nafta idinka qaadaya xusuusta geerida fainahu maa dakarahu axadu fii dayqi alcayshi ilaa wasacahu calayhi walaa fii sicatin ilaa dayaqahu calayh qofka iska badhaadhe ku sugane barwaaqaysan xusuusta geerida waxay ka anfacdaa waxaa la yidhaahda qafladda iyo warboogaanta iyo isilowga iyo dhexmuquurashada adduunyada haddii adduunyada uu daba carari lahaayo aada ugu fikiri lahaayo u naxnixi lahaayo ka seexan lahaana ka seexan waayi lahaa habeenkiina waxay ka anfacdaa wuxuu odhanaya soomalagiiba ma jirin soo laguma daba taagnaba dad iyo waaba laga dhexlaya ood ka dhaqaajinaysa maxaad uga waalanaysaaba iska nafis qofka kale ee isaga diiq ku jira ee laguma yareeyo adduunyada iyo waxay naftu doonaysana
isagana geerida oo xusuustaa waxay ka anfacdaa, waxay ka kaxaysaa alyas wa adiiqu macahu alyas. Haddii qofka cidhiidhi qabsada, quus baa ku dhacda. Bal dadkiis waxaanay wada haystaan, way wada nasanayaan, cuud iyo xoolay haystaan, caafimaad ba haystaan, caruur ba haystaan, cudur adiga waxaan maxaa kugu soo ururiyay cidhiidhigaa intuu geli lahaa ayaa quusashadii waxa ka biinaya xusuusta geerida. Waaba la isaga dari, waad sii socon doontaaba, intaad joogtaaba waa ayaam aakhira u sahay qaado, isqancintaas u helaya. Waxyaabay ka faa'iido tahay waxaa ka mid a wuxuu kuu diidaa inaad ilaahay iyo ummadaba dulmido. qofku hadduu xusuusan yahay aakhira, liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir, qur-aanku wuxuu na leeyahay arrinta ha sameeya qofka ilaahay iyo aakhira rajaynaya. qofku markuu rajaynayo inuu ilaahay is hortaagayo aakhiro, ilaahayna xaqiisa ma boobo oo ma caasiyo, ummadana ma dulmiyo, kuma xadgudbo, waayo wuxuu leeyahay kayd baa kaa yaalla, waxbaa lagaa qoray, kolley waa lagu horkeeni doonaa, aday ku qabsanaysa, waa dhimanaysaa buu leeyahay. marka qofka dhimasho aaminsan iyo ka kale isku tallaaba maaha. geerida xusuusataa oo aynu isugu celcelinaa, yadfacuka lilqurbi min allaahi akhar wa akhar zuhdan wa akhar qanaaca. qofku inuu ilaahay u dhowaado ayaa wax uga tarta, adduunyadana uu ku dhex saahido, qaanacaadna uu yeesho, wuxuu ilaahay u qadaray uu ku qanco. waxay ka anfacdaa qofka lixayaati alqalb, in qalbigiisu noolaado oo fariidnimadu nabigu sheegayo fiicnaantii uu helo. nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aal bay asxaabtu weydiiyeen muhiima, waxay yidhahdeen ayunaasi ayulmuminiina akyas yaa rasuul allah, xadiidkii xasanka ah, dadka muminiinta yaa ugu fariidsan. markaa wuxuu nabigu yidhi, mu odhan ninka ugu xirfad badan, wax soo saar badan, ugu aqoon badan arrimaha kama adal adduunyada, wuxuu yidhi aktharuhum dikran lilmowt, lilmowti dikran, qofka in badan aakhira xusuusan iyo dhimashada. wa axsanuhum limaa bacdahu isticdaadan, iyaka u diyaar garow badan aakhira xaggeeda, geerida waxa ka dambeeya. ulaa'ika alakyaas, fariidada waa kuwaas, qofka fariidka ahi waa qofka lama huraanka u hawlgala. saasuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahay imaamu daqaaq raximahu llah, ninkaas zaahidka ahaa, man akthara min dikri lmowti ukrima bithalaathati ashyaa, qofka dhimashada xusuusta saddex arrimood buu ilaahay ku karaameeyaa: tarku ridaa, tacjiilu tawba, wa qanaacatu lqalbi, wa nishaatu lcibaada, inuu ilaahay tawbada deg deg u waafajiyo, iyo in qalbigiisu waxaa la siiyay uu ku qanco, iyo cibaadada firfircoonaan iyo farxad inuu u helo. qofka geerida ilaawana cuuqiba bithalaathati ashyaa, saddex arrimooda kuwa cagsigooda ayaa ilaahay uu ku ibtilaayaa: taswiifu tawba, wa tarku rida bilkafaaf, wa takaasulu fi lcibaada, tawbadaa la seejinayaa sawfa, dhawaan baan toobad keenay, weli waan iska fiicnay berrinta saadama siduu leeyay buu dhibanaya, tawbadu sheegaya. iyo wuxuu ilaahay u qadaray ama uu siiyey ama uu ku arsaaqay inaanu ku maarmin iyo inuu cibaadada ka caajiso. geeridoo la xusaa ajasha ma soo dadajiso, oo haddaad in badan xusuusnaato dee halkeedii unbay taagantahay, shaqana kuuma diido. oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidan ina farayaa, dee haddana wuxuu leeyahay qiyaamaha haddii suurta la afuufayo oo adduunyadaba la rogayo, oo midkiin uu kari kara beeraha inuu qodo oo dhirta uu beero ha ku dadaalo, fasiila geed yarna ha taagee wax soo saarkii iyo beerihii iyo shaqadii wada, laakiin dee waa inaad ku xisaabtantaa adigoo wada daqiiqadan u horeysa hadda inaad ka socon karayso. geerida xusuusteeda xigmadaha ku jira waxaa ka mid a waa sababuhu nabigu inoo yidhi calayhi salaatu wasalaam: xabaalaha soo booqda, waybanu ka cararnaada, inaad ku libdhayso lagugu qabsanayaabay dad badani aaminsan yihin, qaar badani malaa'ilbaxnimo iyo waxaad kaga fogaanaysaa badownibay noqonaysa, danseegnibay noqonaysa, say doonaanba ha u arkaa. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: fazuuru lqubuura fa innaha tudakiru lmowt, xabaalaha soo booqda, geerida idin xusuusinaysaa. xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa, xabaalaha habeenkii baad booqan kartaa, maalintii baad booqan kartaa, maalinka jinaasada reerkiina la geeyo oo qura ha tegi, taasi waa arrin kale. waxa weeyaan sidaada u booqo si aad daris uga soo qaadato, inaad halkan yar ku libdhayso ee boodhka iyo dhagaxaanta iyo tiinka iyo dacarta leh ee dadkuba ilaawee lagu agmaray. nebigu calayhi salaatu wasalaam si geerida loo xusuusto jinaasad walba uu ka cabi odhan jir, jinaasada hadii meel lala marayo ha fadhiin. xadiidkii saxeixayn ku sugnaa wuxuu tilmaamaya waxaa lala soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam: qof dhintay oo yuhuudiya, jinaasadii baa lala soo maray, markaasuu istaagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam.
صحابه waxay yiraahdeen innaha jinaasatu yahudi waani yahudiya meedkiisa ma xaal uga kici rasuulku wuxuu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam alaysat nafsa wa qafl intami aanu ahayn anigu naxdinta geerida la kacaaya ugu dambeyntii rasuulku sallallahu alayhi wasallam si saxaabada iyo ummada duruus ugu dhigo markuu qofka aaso isbeddel buu sameyn jiray keen aan ahayn ruuxadu fiirsataa dadkeena marka qof la aaso bal xalaal tag halkaasaa la iskaga sheekaysanayaa kuwa madaxda laga yaabaa in mashruuc lagala hadlayo qolo kale waaba iska boolatigeen qaar way iska qoslayaan oo qaar kabarad baaba u daran oo caalam kalaa lagu jiraa qaar jaad iyo sigaar baaba isbiidhigii qaadkiiba shidayaanbo waa arrin la yaab leh kullu daalika wuxuu ka turjumayaa xikmadiiba inaanay fahmin qalbi qalalkiibaa meel laga gaadhay qar xabaal qarkeed buu nabigu fadhiyaa calayhi salaatu wasalaam markaasaa intuu ilmeeyey oo ilmeeyey oo ilmeeyey ilmada ku badatay waa rasuulkii ilaahay dembigii horiyo kii dambaba ka dhaafa ee jannada uu go'aamiyey ayaa halkaa maraya intuu in badan ilmeeyey ilmeeyey buu wuxuu leeyahay limithli hada faacidu yaa ikhwaani xadiidkii xasanka ahaa walaalayaalow kaasoo kale u diyaar garooba halkaa u diyaar garooba halkaa u diyaar garooba waxaynu isku xusuusinaynaa waxaynu ku jirno aan wax ka bedelno allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتهم وولاية جميع المسلمين في من خافك واتبع سبيلك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.